التنمر من أسوأ المشاكل الاجتماعية الموجودة حوالينا، وبالرغم من أن الظاهرة مش جديدة ومن زمان بنشوف وبنقابل ناس متنمرين، لكن محدش يقدر ينكر أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير جدا في أن الظاهرة دي تبقى واضحة لينا كلنا. يعني مثلا في الأيام الأخيرة شفنا على السوشيال ميديا أكتر من حالة تنمر، منها حالة تنمر بواحدة من المذيعات وكمية تعليقات وكلام سخيف وصعب جدا إن هو يتقال. كمان لقينا حالة تنمر تانية على لاعب كرة عراقي سنه 22 سنة، والحقيقة بجد إن كل التصرفات دي مش المفروض خالص إنها تكون موجودة بينا، لأننا كنا دايما بنحب نتعامل مع بعض بشكل رقيق ومحترم، وكانت فكرة جبر الخواطر هي الأساس في كل تعاملاتنا مع الناس.